ورجعنا لكم من جديد. اهلا وسهلا فيكم. انضمت لنا اخصائيه التغذيه رند الديسي، واليوم رح نحكي عن موضوع جدا مهم، انواع الحليب المختلفه للاشخاص اللي بفضلوا انهم ما يحصلوا على الحليب من المصدر الحيواني. لإلها في عنا مصادر اخرى ممكن انه احنا نستهلكها، واليوم رح نحكي مع رند الموضوع. صباح الورد. صباح الورد. كيف حالك؟ صباح الخير. برند معلوماتها الحلوه. طبعا كل بتعرفي كل مره بقول انه يعني مستحيل هالقد يكون في له فوائد، بعدين لما نقعد نحكي انا وراند بحكي انه اوكي لازم اغير رايي. عشان كل واحد يعرف كل هاي التفاصيل عن جد. طبعا طبعا اليوم رح نحكي عن نوعين انواع الحليب اللي هم الصوي ميلك، وبرضه رح نحكي عن حليب اللوز. فخلينا نبلش مع الصوي ميلك. لما نحكي عن الحليب ايش الفرق اول شيء بيناته وبين فوائده وفوائد اللي رح ناخذها من الحليب البقري؟ تمام. هلا اصلا انا بصراحه الفكره اجت من انه اليوم بدنيا يا دنيا حكيت عن التغذيه تبعت كبار السن، وقديش المشكله لما يكبروا بالسن الاشخاص بيفقدوا اللاكتيز اللي هو الانزيم اللي موجود اللي بيعمل على هضم سكر الحليب. فمنلاحظ الاشخاص كبار السن كثير قليل انهم بيشربوا حليب، لانه دائما عندنا نفس الريزن او نفس السبب انه الحليب بيعمل لي نفخه. صح. كثير بنسمعها انه لا ما بقدر اشرب حليب، بيعمل لي نفخه، بيعمل لي غازات، بضايق معدتي، فانا عشان هيك ببعد عنه. هلا لازم نعرف انه الكالسيوم مصدر اساسي بالحليب، عشان هيك انا لازم اخذه على الاقل 3 مرات باليوم. لهدول الاشخاص اللي ما عم بيقدر ياخذوا الكالسيوم 3 مرات باليوم، يس 3 كاسات حليب لحتى احصل على جرام واحد من الكالسيوم. هلا في له استبدالات بس ما بتكون طبعا نسب الكالسيوم هالقد عاليه. عشان هيك للاشخاص اللي عندها هاي المشكله وبتحب تستهلك حليب، في عندنا بدائل تيجي ان كان على شكل حليب الصوي او حليب اللوز. متفقة معي ديما؟ انا متفقة معك انا دائما معك على طول الخط. طب هلا السؤال اللي بدي اسالك اياه، هلا هل بنسميه حليب ولا هو يعني مية هذا الشيء؟ خلينا نحكي صح. عشان نوضح اكثر. مية هذا المنتج، لكن هم بيطلقوا عليه اسم الحليب. أوكي. مثل الصوي ميلك او حليب الصويا، الموند ميلك. يس. او حليب اللوز. أوكي. وحليب اللوز زاكي كثير. يس. هلا الصوي ميلك مره عملت فيه وصفه، لانه في وحده بنتها كان عندها حساسيه من الحليب وطلبت مني اعملها وصفه. مش بطال، بس لا الالموند ميلك بحبه انا، بلاقيه اسكى. صح. طب هلا رح نروح اكثر طبعا كمان شوي لنحكي عن كيف ممكن نحطه بالاكل، بس خلينا نكمل. رند احكي لنا الفوائد اللي احنا بنلاقيها بحليب بالصويا. اوكي. هلا حليب الصويا هو سمبلي انه انا بجيب صوي، اوكي، بروتين الصويا، بنحطه بالمي، بننقعه بالمي، بعد تقريبا يوم كامل من النقع بناخذ المي اللي طلعت منه وبنخلطه مع الصويا اللي كان موجود وبيطلع معي الحليب. اكيد بنقيم كل الشوائب اللي بتكون موجوده او الترسبات نصفي. هلا الفكره وين؟ انه هذا الحليب بيحتوي على 105 سعرات حراريه، ففيه 100 سعره حراريه بالكوب الواحد. مقارنه بالحليب البقري اللي ما بتتراوح السعرات الحراريه اكثر من 40 سعره حراريه اذا كان قليل الدسم. بنفس الوقت البروتين اللي فيه 6.3 جرام بروتين، يعني 6 جرامات بروتين مقارنه بحليب البقري اللي ما فيه الا 3 جرامات بروتين بالكوب الواحد. فمنلاحظ انه فيه بروتين اكثر، ولكن على نفس الوقت سعرات حراريه، سعرات حراريه اكثر. اوكي. لما نيجي نحكي عن مستوى الدهون، فيه 3.6 جرام من الدهون، يعني 3.5 تقريبا جرام من الدهون بالكوب الواحد، على عكس الحليب البقري اللي بيحتوي على 3.2 جرام من الدهون، هذا اذا كان فول فات او كامل الدسم. قليل الدسم بيحتوي على دهون اقل، وخالي الدسم اكيد اقل واقل. هلا الاشخاص اللي بتحب انها تاخذ الصوي، حليب الصويا، هو فكره ذكيه للاشخاص اللي اولا عندها حساسيه ضد حليب البقري، او عندنا عدم القدره على هضم سكر اللاكتوز. اوكي. يعني ما عندي اللاكتيز، انزيم اللاكتيز موجود بالجسم، او الاشخاص بنفس الوقت اللي عندهم مشاكل بيعمل لهم نفخه، او حتى النباتيين اللي ما بحبوا ياخذوا اي مصادر حيوانيه. ولكن هل كم الكالسيوم الموجود بهذا الحليب نفس الموجود بالحليب البقري العادي؟ تقريبا هلا ليش من وين بيجي الكالسيوم؟ الصوي اصلا ما فيه كالسيوم، ولكن هو بقوموا بتدعيمه بالضبط، بحطوا بضيفوا عليه كالسيوم، بضيفوا عليه بي 12. أكيد. بضيفوا عليه فيتامين. هذا اذا جبناه جاهز، إذا جبناه ما رح نعمله بالبيت على الطريقة اللي أنت قلتيها طبعاً. صح. أوكي. وكمان بضيفوا عليه مغنيسيوم. هلأ هو كحليب صوي هو ما بيحتوي على شيء، ولكن بنشوف إنه لونه أغمق من حليب اللوز. هو ما بيحتوي على شيء، ولكن نحن بنقوم بتدعيمه. هلأ هو شوي سعره مرتفع، يمكن هاي هي المشكلة الوحيدة. صح. إنه أغلى طبعاً من الحليب، يعني بس إنه اللي عنده حساسية أو مضطر بده يضطر يجيبه أكيد. مزبوط. مثل الخبز الخالي الجلوتين بيكون أغلى من اللي فيه جلوتين، لكن في كتير أشخاص عم بيكون عندها حساسيات من الحليب، وأشخاص
الاشخاص الجهاز الهضمي تبعهم ما عم يتحمل الحليب العادي. اوكي، نيجي لفكره الاشخاص اللي عندهم يوريك اسيد مرتفع او النقرس. اوكي، هل لازم يشربوا السوي ميلك او هل هو بيفرق عن الحليب البقري؟ لهدول الاشخاص الحليب البقري يعتبر افضل. نسبه البروتين اللي فيه اقل مقارنه بحليب الصوي. فاذا انا عندي نقرس او عم بعاني من اوجاع النقرس بالمفاصل، ما باخذ حليب الصويا، بضلني على الحليب البقري. تمام، هاي معلومه جدا مهمه. يس. اوكي، طيب خلينا ننتقل لنوع الحليب الثاني اللي هو حليب اللوز. اوكي، كيف اول شيء بيتم انتاج اصلا حليب اللوز؟ برضه من حبة اللوز نفسها، من قع اللوز، بعدين بيطحنوه بيطلع معاهم الحليب تبعه. حلو. هلا حليب اللوز اللي فيه انه نحن في نسب الدهون اللي فيه كثير قليله، اقل من حليب العادي وحليب الصوي، تقريبا فيه 2.5 جرام من الدهون، فهو يعتبر اقل شيء من ناحيه الدهون. صح. الاشخاص اللي بتعاني من اي امراض كوليسترول، امراض القلب، ممكن انه هو يكون اختيار بديل ذكي جيد. او بديل جيد بالضبط. هلا لما نيجي نحكي عن البروتين، البروتين اللي فيه تقريبا شبه معدوم لانه هو من لوز. طبعا فاللوز هو عباره عن مكسرات دهنيه، فبيعطيني دهون صحيه ولكن ما بيعطيني اي مصدر من البروتين. بالعاده بيكون خالي من الكوليسترول تماما، ما عندي اي مصدر من الكوليسترول، وخالي من اللاكتوز. ممتاز. ما بيحتوي على الكالسيوم، ما بيحتوي على الفيتامين د، ولكن بيكون مدعم. مدعم برضه بالضبط. فهو اختيار حليب اللوز بيكون خفيف لونه، زاكي طعمه لانه هو موستلي دهن. اختيار ذكي للاشخاص اللي عندها ارتفاع بمستوى الكوليسترول بالدم وبتحب انها تخفضه، ما فيه دهون ولكن بنفس الوقت نسب البروتين اللي فيه كثير شبه معدومه. بالضبط. طيب اذا احنا برضه بدنا نعطي الخيار للاشخاص المصابين بالنقرس ما بين حليب اللوز والحليب البقري، طبعا حليب اللوز هو اللي بيفوز. طبعا تمام. حليب اللوز طبعا. والله معلومات ممتازه. طب ديما، اذا لما نحكي عن حليب اللوز ممكن انه احنا نستخدمه بالحلويات، استخدم. واظن بيعطي نكهه كمان كثير حلوه، كثير طيب. في كيكه بتنعمل بطحين اللوز اصلا. هي يعني بتطحني اللوز بصير زي الطحين، وبتعملي فيه كيكه للي عندهم طبعا انتوليرنس لاي نوع طحين او يعني جلوتين، يعني خلينا نقول. فنعملنا كيكه بالطحين واستعملنا فيه حليب اللوز. والله هذه وهي موجوده على موقع رؤيا، على موقع رؤيا للاشخاص اللي بيعانوا من هاي الاشياء كلياتها. هاي طريقه حلوه وجديده تقدروا تعملوا فيها الحلو رهيب. يعني رن مش عارفه ايش بدي احكي لك، يسلم ايديك. شكرا لكم، وشكرا كثير لك على هاي المعلومات الرائعه. عم رد نلتقي فيكي خلال الاسبوع ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لي بالله كاسه حليب اللوز اشربها. يلا حبيبتي. شكرا. شكرا دعني.